التي وصلت إليها تريليون. تهانينا وناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب. أهلا ومرحبا بكم عشاق سباقات الهجم من تستهويكم الأصالة والتراث. نرحب بالجميع في أشواط ميدان التحدي في آخر جولات الاستعداد لمهرجان سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ننطلق إخواني المتابعين في هذا الشوط الثالث ضمن أشواطنا مع الكبار وتحديات الكبار. الحيل والزمول تنطلق في أشواطنا المفتوحة في هذا اليوم وهذا المساء. حيوا معي كل الأصايل، إنها تعدو إلى الناموس دوما والفخر. ننطلق إخواني المتابعين في هذا المساء الكبير بحضور هذه الأسماء العملاقة والكبيرة التي خاضت وشاركت في سباقات الهجن العربية الأصيلة في ميادين الخليج. شاركت في هذه الشعارات العملاقة وهذه الشعارات المميزة. أنطلق مع هذا الشوط الذي يضم نخبة من الحيل المشاركة في هذه الانطلاقة على الهواء مباشرة في قناة البدع الفضائية. أتابع المركز الأول، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ينطلق مع غزلان المتابعة والتضمير عبد الله بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع، يتابع غزلان القادمة من المرموم. المركز الثاني، المركز الثاني المتحدة في ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية، يضمرها السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الثالث انطلاقة ثالث المراكز النواعس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، يضمرها علي بن حمد بن حسين بن جرحب. ورابعا رقم واحد تصل مزنة على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية، يضمرها سالم بن فاران المري. والشرود في خامس المراكز تنطلق، الشرود بشعار هجن الشحانية يضمرها محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط تنطلق في هذا الشوط وتتابع هذه الانطلاقة وهذه الأسماء الكبيرة. شاهدنا أول الأشواط وأقواها اليوم في الفترة المسائية، يذهب مع كتارة اللي حضرت في الشوط الأول الرئيسي وانتزعت النقطة الأولى في مساء هذا اليوم. بعد ذلك حضر شعار هجن الشحانية مع رياض في النقطة الأولى الخاصة بالزمول ينتزع أيضا نقطة رئيسية في هذا المساء، ويهدي شعار هجن الشحانية أقوى أشواط الزمول اليوم. ينطلق هذا الشوط الثالث والشوط اللي يضم النخبة، يضم الأسماء الكبيرة. هناك أسماء كبيرة سجلت حروفها من ذهب، دونت الناموس بحروف من ذهب، حققت الرموز الذهبية مع هذه الشعارات العملاقة. البداية دائما مع المركز الأول، هذا هو شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد في هذه اللحظة. وهذه غزلان تنطلق بسرعة الغزلان السريعة، تحتل مكانة رفيعة بالمركز الأول، بينما التدخل والانطلاق من المركز الثاني. هذه المتحدة، وديروا بالكم من المتحدة اللي تحتل المركز الثاني وتنطلق إلى المركز الأول بشعار هجن الشحانية وضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث من الجانب الآخر، شعار لا تغيب عنه الشمس، ينطلق بالمركز الثالث
مع شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني يضمر النواعس علي بن حمد بن حسين بن جرحة بالمركز الرابع. وصلت عهد على العهد، هذه عهد صاحبة الإنجازات الكبيرة، وشعار هجن الشحانية عند الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الخامس رحبوا بشراعه، هذه شراعه تصل بالمركز الخامس، هذه شراعه صاحبة التوقيت المميز قبل موسمين في ميدان الوثبة، 8:48 التوقيت الحدث الذي سجل مع شراعه صاحبة المركز الخامس المنطلقة، ومن حققت الناموس في ميدان الوثبة وانتزعت الكأس المفتوح الخاص بالجذاع مع هذا الشعار العملاق الأدعم الكبير. هذه شراعه تدخل دائرة المراكز الخمسة الأولى معلنة البداية، بداية النزاع، بداية الصراع مع هذا الشعار الكبير. الله، المركز الأول، أعود إلى المركز الأول، المتحدة اتحدت مع الصدارة اتحادا مترابطا ما بين الطرفين، وكما يقولون في الاتحاد قوة. هذه المتحدة متحدة مع شراعه على المركز الأول والثاني، شعار هجن الشحانية ينطلق مع اسمين عملاقين كبيرين. الله، إذا هذا هو سلطان الوهيبي يضمر المتحدة، يتابع شراعه اللي احتلت المركز الأول، بينما المركز الثاني عهد أو المركز الثالث عهد انطلقت بشعار هجن الشحانية، وهذه عهد صاحبة السجلات الحافلة أيضا تنطلق مع هذا الانطلاق، تنطلق على الوعد، وهذا هو الذهبي سالم بن فاران المري يقدم عهد وينطلق مع عهد متابعا ومضمرا مع هذا الاسم العملاق. المركز الرابع مزنة تنتقل إلى المركز الرابع مع شعار هجن الشحانية عند الذهبي سالم بن فاران المري، والمركز الخامس يبقى شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع النواعس في دائرة المراكز الخمسة الأولى. المتابعة علي بن حمد بن حسين بن جرحب يتابعها، وأعود إلى القمة إلى الأسطورة هنا المنطلقة المندفعة المحلقة في سماء الناموس. هذه شراعه، اسم سجلت حروفه من ذهب، كل حرف من حروف شراعه، هذه العملاقة سجل ودون بالذهب. هذه شراعه على المركز الأول، اسم ارتبط مع شعار هجن الشحانية، اسم كبير، انتظروه في هذا الموسم إن شاء الله، انتظروا شراعه في هذا الموسم. لوحة 3 كيلومترات تعديناها وبدأنا بالهبوط التدريجي نحو خط النهاية ونحو الناموس. هذه شراعه على المركز الأول تنطلق وتندفع، والملاحقة من عهد كما عهدناها دائما رائعة في كل حالاتها، وهذه تنطلق بالمركز الثاني، وهذه عهد على المركز الثاني، عهدها وثيق وجدها عميق مع الناموس. الله، عهد بالمركز الثاني تنطلق، عهد لهجن الشحانية يضمنها سالم بن فاران المري. المركز الثالث المتحدة أيضا أحد الأسماء الكبيرة والعملاقة، تنطلق مع شعار هجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أنتقل إلى رابع المراكز لأجد المركز الرابع، هناك الشرود على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية عند محمد بن خالد العطية، ورقم 1 مزنة تحتل المركز الخامس بشعار هجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. أعود إلى المركز الأول، إلى المركز الأول. الله، حد شاف شراعه يا جماعة؟ شراعه على المركز الأول. الله 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 الله، يا سلام بهذا الشعار العملاق، تنطلق شراعه، يا سلام، محبوبة الجماهير، محبوبة الحالي، هذه محبوبة الجماهير، تنطلق في الصدارة، تنطلق
منطلق، يا سلام، هذه شراع بالمركز الأول، منطلقة مندفعة، ولكن الخطر يا سلطان مع عهد، الخطر مع عهد، عهد حاضرة، عهد صاحبة السجلات الحافلة والكبيرة. هذه عهد تنطلق بالمركز الثاني، أحد الأسماء العملاقة، يضمرها الذهبي سالم من فاران المري، من قدم في المرموم العام الماضي، قدم في كأس الثنايا المفتوح، قدم الداودية، هذا هو الذهبي سالم بن فاران، أحد الأسماء العملاقة والكبيرة في مجال التضمير، ينطلق متابعا لعهد. المركز الثالث، هذه المتحدة تتحد مع هذين الاسمين لتشكل ثلاثية جميلة، مع المركز الثالث المتحدة لهجن الشحانية. إذن هذه المراكز الثلاثة الأولى، تنطلق شراعه بالمركز الأول، شراعه عهد المتحدة، شراعه أطلقت شراعها لتبحر مع الناموس، وعهد كما عهدناها عهدا صادقا ووعدا صادق، والمتحدة تتحد مع العملاق وتعلن اللحاق. يا سلام، الثلاث اللي بهنزان اللقاء، لوحة الكيلومتر الأخير، هذه شراعه، هذه عهد، هذه المتحدة، انتظروا هذه الأسماء العملاقة، عهد شراعه المتحدة، والناموس حائر بين هذه الأسماء الثلاثة. الله، قفي يا منصة، هنا شراعه، هنا عهد، هنا المتحدة، هنا شراعه انطلقت كعادتها، انطلقت عهد، انطلقت المتحدة، عهد، شراعه، انطلقت شراعه كعادة هذا الشعار، كعادة هذه الأسطورة، هذه شراعه، حي شراعه، هذه شراعه. تهانينا أولا لهجن الشحانية على فوز شراعه، وهذه المتحدة قادمة، وعهد محلقة، ولكن شراعه محتل للمركز الأول، شراعه، تهانينا والناموس على انتزاع شراعه وفوزها في هذا المساء الكبير في ميدان الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، قلبي مع شراعه، تهانينا والناموس على انتزاع شراعه، نقطة هذا الشوط، تهانينا لهجن الشحانية المركز الثاني، المتحدة لهجن الشحانية، والمركز الثالث عهد لهجن الشحانية، والمركز الرابع مزنا لهجن الشحانية، والمركز الخامس تحمل الرقم 5 شواهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا والناموس. إذن حضرت شراعه أيها الإخوة المتابعون في هذا المساء لتنتزع الناموس مع شعار هجن الشحانية، تهانينا والناموس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع شراعه ناموس هذا الشوط. التهنئة للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، التوقيت الزمني لحظة وصول شراعه إلى خط النهاية 12 دقيقة، 38 ثانية، 72 جزء من الثانية توقيت شراعه. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والمضمر سلطان الوهيبي. المركز الثاني 12 دقيقة 39 ثانية، 35 جزء من الثانية، هذه المتحدة لهجن الشحانية. المركز الثالث عهد لهجن الشحانية، التوقيت الزمني 12 دقيقة 39 ثانية، 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم.